أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. عاجل: فرض حظر التجوال وإغلاق تام للأماكن العامة في رمضان. أقرت لجنة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا في محافظة مأرب في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الله مفتاح، حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع مديريات المحافظة. وخلال الاجتماع أقرت اللجنة فرض حظر التجوالي ابتداء من الساعة 11 ليلا وحتى 11 صباحا خلال شهر رمضان، بالإضافة للتشديد على إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم وتفعيل عمل فرص الرصد والتوعية والاستجابة في عموم مديريات المحافظة. كما أقرت اللجنة إغلاق الحدائق والنوادي والمنتزهات والمسابح وصالات الأفراح وتنظيم الأسواق الشعبية والأسواق البديلة والمولات العامة، فيما يخفف الازدحام مع التشديد على الالتزام بإجراءات السلامة ونشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي عبر مختلف وسائل الإعلام المتاحة واتخاذ إجراءات السلامة والتعقيم المستمر للمساجد وإغلاقها خارج أوقات الصلاة واتخاذ كافة التدابير ووسائل التوعية المجتمعية بوسائل الوقاية من الفيروس وتنفيذ حملات الرش الضبابي والرذاذي وتفعيل لجان الرقابة على الأسواق ومنع التجمعات والأعراس ومختلف الفعاليات والرقابة الدورية على المرات والأسواق التجارية. وناقش الاجتماع التقريري والمقدم من مكتب الصحة والسكان عن حالة إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة ومدى جاهزية أقسام العزل في جميع المستشفيات والمرافق الطبية في جميع المديريات المحافظة.